وأما المسألة الثانية متعلقة بالشيعة أو الرافضة والقول هذا شيعي معتدل وهذا شيعي غير معتدل، أصلا هؤلاء اللي يقولوا هذا شيعي معتدل الميزان عندهم بالمعتدل الذي لا يهاجم، إذا رأى الرافضي لا يهاجم وإنما يطالب بالتسامح مع أهل السنة قال هذا شيعي معتدل، ويصنفون الآخر بالهجوم والقتل وسفك الدماء يقول هذا شيعي غير معتدل، يهمون الناس بهذا أن العقيدة قد تغيرت، وهذا الذي يصطبغ الآن في أذهان الناس بسبب الطرح هذا، يطرح الآن في الطرح هذا في تويتر هذا شيعي معتدل وهذا شيعي غير معتدل، سبب عند الناس بلبلة، ووجه هذا أنهم يظنون أن هذه عقيدة هذا تغاير عقيدة هذا، وهذا لا أصل له، عقيدة هذا هي عقيدة هذا، لكن هذا سجية اللين أو المكر والخداع، وهذا سجية الغلظة والشدة، وكما يقال في المثل هذا يقتل وهذا يتبع جنازته، وهم شركاء في الجريمة، وهم شركاء في الجريمة، القول بأن هذا شيعي معتدل بالمنظور العقدي هذا لا أصل له، هذا لا أصل له، الشيعة متفقون، الرافضة وعامة الموجودين اليوم هم من الاثني عشرية المتواجدون في المدينة والمتواجدون في الشرقية والمتواجدون في البحرين والمتواجدون في الكويت والمتواجدون في إيران، هؤلاء من الاثني عشرية، وعامة الرافضة الموجودين الآن هم من الاثني عشرية، منهم خمس طوائف باطنية كالنصيرية والعلوية والبهائية والدروز والإسماعيلية، هؤلاء من غلاة الروافض وهم فرع من فروع الشيعة، ومنهم طائفة يسمون الزيدية، الزيدية ليس على عقيدة الاثني عشرية ولكن تفرع اليوم من الزيدية الحوثيون في اليمن، هؤلاء على عقيدة الاثني عشرية، هؤلاء على عقيدة الاثني عشرية، ولكن أيضا لا ينبغي أن نستهين بوضع الزيدية المتأخرين فإنهم معتزلة في باب الإيمان، يرون كفر أصحاب الكبائر، كل زيدي يرى كفر صاحب الكبيرة، كل زيدي يرى كفر صاحب الكبيرة، أنا لعقيدة الزيدية، هذه عقيدة الزيدية، وهم يطعنون أيضا في طوائف من الصحابة ويتكلمون في عثمان ويطعنون في عبد الله بن عمرو بن العاص ويفسقون معاوية، وهذا موجود في الزيدية، ولذلك نرى الزيدية المعاصرة يصرفون ولاءهم للرافضة الاثني عشرية، السياسات العصرية لعبت دورها في هذا، من عقائد الاثني عشرية أنهم مجمعون على تكفير الصحابة، من عقائد الاثني عشرية أنهم مجمعون على تكفير الصحابة، يرون أبو بكر مرتدا ويرون عمر مرتدا، وهذا بالإجماع عندهم ما في خلاف، سواء قيل عنه بأنه معتدل أو قيل عنه بأنه غير معتدل، لا فرق بين هذا ولا بين هذا، الروافض مجمعون على تكفير الصحابة ولا يرون فيهم مسلما لا مهاجريا ولا أنصاريا إلا علي وآل البيت وسلمان والمقداد وأبا ذر، هؤلاء مسلمون والبقية مرتدون، وهذا تكذيب للقرآن، وهذا تكذيب للقرآن وتكذيب للقطع المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر بالإجماع، وهذا كفر بالإجماع، ومن عقائد أيضا الاثني عشرية الشرك بالله جل وعلا، ولا ينكر بعضهم على بعض، ولا ينكر بعضهم على بعض، يطوفون على القبور يقولون عن البيت إن يعلمون ما كان وما يكون وما لو كان سوف يكون، ومن عقائد هؤلاء أنهم يصرفون ولاءهم لليهود والنصارى في أي حرب تدور بينه وبين المسلمين، وهذا ما ثابت على مدار التاريخ، وما وجدت حرب بين المسلمين وبين اليهود والنصارى إلا كان هوى الرافضة ووقوف الرافضة مع اليهود أو مع النصارى، هم الذين عانوا التتر على قتال المسلمين، التتر قتلوا من المسلمين شهر واحد 1,800,000، وكان بمباركة وبخيانة من الوزير بن العلقمي الرافضي الاثني عشري، فهم خونة لا يتمنون على شيء، وكذلك بمباركة من الرافضة دخل القرامطة مكة وقتلوا من الحجاج والمعتمرين أكثر من 200,000، وكان يطعنونهم بالسكاكين، وسرقوا الحجر الأسود، وبقي عندهم ما يزيد على 22 سنة، ومن عقائد الاثني عشرية أنهم يرون ردة عائشة وأنها بغي وأنها خائنة، وهذا تكذيب للقرآن، الله برأها وهم يقول لها أنها لا تزال بغيا، وهذا دليل على عدم إيمان بالقرآن، ولذلك طوائف منهم ما يؤمنون بالقرآن، يقول عندنا مصحف فاطمة، عندنا مصحف فاطمة، وأما القرآن هذا محرف، هذا من صنع بني أمية، هذا من صنع بني أمية، ولكن هذا لم يتفقوا عليه، منهم من يقول هذا ومنهم من لا يقول هذا، ومن عقائد الاثني عشرية أنهم جهمية في باب الأسماء والصفات، ومن عقائد الاثني عشرية أنهم جبرية، ومن عقائدهم أيضا أنهم خوارج في باب الكبائر، هم على مذهب الخوارج في باب الكبائر، يرون كفر أهل الكبائر، ولكن تجد رافضيا أصلا لا
وهو مصطبغ بأكبر الكبائر فضلا عن الكبائر التي هي دون النواقض. هذه بعض عقائد الاثنى عشرية. والآن ترون هوام الآن كيف وقفوا مع النصيريين في سوريا يقاتلون المسلمين، ولا يكفي القتل بالرصاص، إذا قبضوا على سني بقروا بطنه بالسكاكين. وترون الصورة موجودة على الشبكة العنكبوتية حين قبضوا على سني في العراق، وحين ربطوا يدي ورجلي الصورة موجودة، وضربوا بالحجارة حتى هلك ومات، سأل الله يغفر له ويرحمه. بعد ذلك ما كفى هذا، أتوا بالبنزين وحرقوه، وهذا موجود. وممر أيضا من عساكر الدولة العراقية تحت إشرافهم وتحت نظرهم. هكذا سيصنعون بكم الرافضة متى ما تولوا عليكم، سيبقرون بطونكم وينتهكون الأعراض ويحرقون الجثث ولن يرحموكم. سيرحمكم اليهودي، سيرحمكم النصراني، أما الرافضي فوالله لن يرحمكم. أشد الناس عداوة لأهل السنة كما قال عنهم العراقي القحطاني في نونية، إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني، تاريخهم أسود لأنه لا سلف لهم. حين تسأل الرافضة عن سلفهم ليس لهم سلف، إنما اللهم يتمسحون بأهل البيت، وليست لهم أسانيد عن أهل البيت إلا كأسانيد الكذابين الدجالين، ليست كأسانيد أهل السنة والجماعة ثقة عن ثقة. فتاريخهم أسود، ومن سفاهات عقولهم وضلالهم أن ينتظروا محمد بن الحسن العسكري الذي غاب في سرداب سامرة من نحو 1200 عام، ينتظرون هذا الرجل الذي يخرج وينقذهم، ولا أظنهم والله ينتظرون للدجال. ولهذا لا أصل له. أصل الحسن العسكري كان عقيما، وقد اتفق العلماء على أنه كان عقيما ما ولد له، فمن أتى بابن يسمى محمد ثم إذا كان هذا قد ولد فلماذا غاب في سرداب سامرة؟ وهل يعقل أنه إلى الآن موجود ومختفي عن الأنظار؟ هذا يدل على نقص عقولهم وعلى سفاتهم وعلى خبثهم، وأنما شد الناس عداوة. ينبغي أن يحذر وأن لا يغتر بالمقولات التي تنادي الآن بالتقارب بين أهل السنة وبين الرافضة. هذا ليسعى بالتقارب، هذا يسعى التقارب بين الإسلام والكفر وبين الإسلام والشرك، لا تقارب بين أهل السنة وبين الرافضة في أي حال من الأحوال. كذلك اللي يقول رافض معتدل، ما في شيء اسمه رافض معتدل، الرافض كلهم على عقيدة واحدة، ولا يتبرى أحد، ولا يستطيع شخص يوجد عن الرافض أن يكفرون اليهود والنصارى. حتى الكفر ما يكفرون إلا إذا قتلوهم، التكفير يقع على القتال وعلى المظلمة، ولا فلسطين لا يكفرون، حتى أصحاب ما يكفرون من المشركين. بالتالي قضية الاعتدالية في اللهجة في السجية نعم هذا موجود، لكن في العقيدة لا أصل له فلا نغتر.